السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة طالبات الصف الثالث الإعدادي. النهاردة إن شاء الله معدنا مع كتاب بيت باي بيت صفحة 27. أول فيديو هيتعمل فيه كتاب بيت باي بيت، وإن شاء الله تابعونا هنكمل بقية الكتاب. بداية إن شاء الله هنتكلم على الفوكابل اللي موجودة في الوحدة الأولى وهنحل عليها، وبعد كده الجرامر، وبعد كده هيبقى فيه تيست على الوحدة كلها. أول حاجة بيقولي exercise on vocabulary, choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, a knot is something that people build to remind us of an important person or event. يبقى هو شيء ما الناس بيبنوه عشان يفكرونا ب important person، شخص مهم، أو event يعني حدث مهم. كلمة moment معناها لحظة، و monument أثر تاريخي، moon قمر، minute دقيقة. يبقى أنا عندي الاختيار بتاعي هي كلمة monument أثر تاريخي. Number two. A knot is someone who is traveling on a plane, train, car, etc. and is not driving it. يبقى هو بيقول لي شخص ما بيسافر على الطائرة، القطار، السيارة إلى آخره، والشخص ده ما بيكونش بيسوق الطيارة أو القطار أو السيارة. يبقى ده اللي هو الباسنجر اللي هو الراكب. عندي كلمة ماسنجر رسول، بايلوت طيار، ودرايفر سائق. Number three. Dad is always careful while driving. بيقول لي ان ابويا دايما بيبقى حريص او حذر وهو بيسوق. The word careful is a synonym of كلمة careful دي مرادف لكلمة ايه؟ عندي كلمة cautious معناها حذر او حريص، و noisy مزعج، careless مهمل، و helpless معناها غير مساعد. يبقى اختياري كلمة cautious معناها حذر. Number 4. The word modern is a synonym of كلمة modern معناها حديث أو عصري. دي مرادف لكلمة إيه؟ ancient عتيق أو قديم، old قديم، new جديد، و near قريب. يبقى احنا هنختار كلمة new جديد. Number 5. The streets in my village are peaceful. الشوارع في قريتي هادئة. That's why لذلك أو لهذا السبب I like life there. بحب الحياة هناك. The word peaceful كلمة peaceful is an antonym of هي تعتبر مضاد لكلمة noisy مزعج، quiet هادئ، easy سهل، وcalm معناها هادئ أو مسالم. يبقى عندي كلمة noisy هي مزعج مضاد لكلمة peaceful هادئ. Number 6. The word attractive كلمة attractive معناها جذاب. Is an antonym to the word هي تعتبر مضاد لكلمة unattractive. يبقى attractive جذاب، unattractive غير جذاب. Beautiful جميل، و nice لطيف، و wonderful رائع. Number 7. The word care can be changed into an adjective by adding the suffix. كلمة care ممكن تتحول إلى صفة بإضافة اللاحقة هنضيف لها اللاحقة full، تبقى careful معناها حريص أو حذر. We can use the suffix not to change the word used into an adjective. ممكن نستخدم اللاحقة عشان نغير كلمة use اللي هو فعل بمعنى يستخدم إلى صفة، يبقى هنخليها useful أو useless. وطبعا جايب لي هنا useless، useful مفيد، و useless معناها غير مفيد. Number 9. To make the negative form of the word agree عشان نعمل النفي من كلمة agree اللي هي معناها يوافق، we add the prefix بنحط لها السابقة عشان ننفيها، يبقى بنحط قدامها كلمة dis تبقى اسمها disagree معناها غير موافق. Number 10. The prefix not is used to change the word comfortable. السابقة أو البادئة بنستخدمها عشان نغير الكلمة بتاعت comfortable اللي هي معناها مريح into the opposite للعكس. يبقى ما نقول comfortable مريح، لما نيجي نقول غير مريح بنقول uncomfortable. Number 11. محمد صلاح is really famous all over the world. This means that محمد صلاح is. ده معناه ان انا هجيب كلمة تساوي كلمة famous. يبقى لما اقرأ الجملة دي هو بيقول ان محمد صلاح مشهور في كل انحاء العالم. ده معناه او ذلك يعني ان محمد صلاح is well known. well known يعني برضو معناها معروف او مشهور. unknown غير معروف، new جديد، و modern حديث او عصر.
Number 12. I always walk to school as it is near the village I live in. أنا دائما أمشي للمدرسة لأنها قريبة من القرية اللي أنا بعيش فيها. That means that ده معناه إن المدرسة إيه؟ is close to. close to بتساوي كلمة near معناها قريب. is close to the speaker's house يعني هي قريبة من منزل المتحدث. بعد كده السؤال الثاني بيقول لي read and complete the text with words from the following list. اقرأ وكمل النص بكلمات من الايه القائمة اللي جاية. لازم اقرأ كويس وافهم الجمل اللي موجودة عشان اقدر احط الكلمة المناسبة للموضوع. اول واحدة بيقول لي طنطا is beautiful. طنطا دي مدينة جميلة. There are not building and theaters. يوجد فيها ايه building مباني ومسارح. لو بصيت على الكلمات اللي قدامي relatives اقارب in حرف جر فيه وon على attractive جذاب traffic اللي هي المرور وpollution اللي هو التلوث. يبقى معنى كده ان انا عايز اقول ان يوجد فيها attractive building يعني مباني جذاب. The night in Tanta is slow. slow يعني غير مزدحم اللي هو الترافيك اللي هو المرور. And there isn't much ولا يوجد فيها الكثير من الايه pollution اللي هو التلوث. Tanta is peaceful. Tanta دي مدينة هادئة. But it isn't boring لكنها ليست مملة. There are lots of things to do here. يوجد الكثير من الأشياء عشان تعملها هنا. Especially at the weekends. خاصة في عطلة نهاية الأسبوع أو عطلات نهاية الايه الأسبوع. Not Thursday afternoons. My family and I often visit our relatives. يبقى دي اسمها on. Thursday afternoons حرف الجر بيجي مع أيام الايه الأسبوع on. I like my uncles and aunts very much. بحب عمامي وعماتي كثير جدا. قطعة تانية. حسن is a student at prep school. حسن ده طالب في المدرسة الإعدادية. He lives in a small village. هو عايش في قرية صغيرة. In the north of Cairo. في شمال القاهرة. At the night he usually does the same things. يبقى at the weekend في عطلة نهاية الأسبوع هو دايما بيفعل نفس الأشياء. On Saturdays في أيام السبت. On Saturdays he gets up هو بيستيقظ at 6 a.m. طبعا at بتيجي مع الوقت أو الساعة. Then he always does his homework after breakfast. بعد كده هو بيعمل الواجب بتاعه بعد الإفطار. At lunch time في وقت الغداء he visits his cousins بيزور أبناء عمه. They always not lunch together. هما دايما بيتناولوا الغداء مع بعض يبقى they always have lunch together. Number 3. Dad works in London. والدي يعمل في لندن. He loves traveling not plane because it's fast. يبقى هو بيحب السفر بالطيارة لأنها سريعة. الطيارة اللي هي وسائل المواصلات هنحط قدامها حرف الجر باي. He also not seeing the Nile, green valleys and not villages. يبقى هو كمان بيحب يعني he likes seeing the Nile, النيل والgreen valleys الأودية الخضراء والpeaceful villages والقرى الهادئة. Planes are often fast and comfortable. الطيارات دي سريعة ومريحة. 2. أيضا Egypt has a great air travel company. ومصر فيها شركة طيران عظيمة اسمها Egypt Air. مصر الطيران. More than 800,000 passengers travel by plane in Egypt every year. أكثر من 800,000 راكب بيسافر بالطيارة في مصر كل سنة. بعد كده عندي exercise on grammar. Complete the sentence with the correct form of the word in brackets. Number 1. They often not sports at the weekend. عايزك تركز الأول قبل ما تخش تحل عشان تفهم السؤال ده بيتحل ازاي. انت لما تلاقي مثلا هنا هو حاطط لك الفعل does. does يعني يا اما do يا اما does. يعني ممكن يكون الموضوع مفرد او جمع وممكن يكون الموضوع مضارع او ماضي. ممكن يبقى do او did مثلا برضو. فانت لازم تركز مع الحتة دي كويس تفهم زمن الجملة وتشوف. لو لقيت عامة ظروف التكرار always often usually sometimes never اي حاجه من الحاجات دي يبقى احنا شغالين كده زمن مضارع بسيط. مضارع بسيط يعني انا عايز الفعل في المصدر مع الجمع والفعل فيه اس او اي اس او اي اس مع الايه مع المفرد.
تعالوا نركز ونشوف هنحل ازاي، وتركزوا شوفوا احنا بنختار ازاي من الاختيار اللي موجود. اول واحده بيقول ازاي often not sports at the weekend. طبعا زي ده جمع، وجمع المفروض ياخد do ما ياخدش does، يبقى زي often do sports. what time not the train to Aswan leave، الوقت اللي هيغادر فيه القطار لاسوان، والقطار ده مفرد في زمن المضارع البسيط بناخد له does، يبقى what time does the train to Aswan leave tomorrow at 8. number 3 the botanical gardens are not the corner of our street. لما نلاقي مكتوب لي ان يبقى معناها ان انا عايز حرف جر، بس مش معنى كده ان ان هنا ايه تنفع، لازم يكون حرف جر تاني زي ان بس ينفع يشتغل مع الجمله اللي موجوده، دي اسمها on the corner. my family and I usually watch TV. كلمه night بتاخد حرف الجر at، يبقى اسمها at night، يبقى انا وعائلتي عاده بنشاهد التلفزيون بالليل. number 5 the laptop is in front not the books. in front دي معاها بيتبعها كلمه of، يبقى in front of the books يعني امام الصندوق. number 6 my dad dies not 2018 أو 2018، يبقى بيقول لي ان والدي توفى في 2018. طيب كيف دي سنه والسنين بتاخد حرف الجر ان. is your school not the park. عشان احط نيكست ما ينفعش احط نيكست لوحدها، لازم تكون جنبها حاجه مثلا زي نيكست 2، لان هي على بعضها اسمها نيكست 2 يعني بجوار. نمبر 8 اسامه اند احمد وينت هوم نوت لانش تايم، يبقى اسامه واحمد راحوا البيت في وقت الغداء، يبقى اسمها ات لانش تايم. ووتر نوت ات 0 ديجريز، بيقول لي ان المياه بتتجمد عند درجه حراره 0، يبقى في الحاله دي هقول له انا هنا ايه water freezes. طب ليه freezes؟ عشان ده مضارع بسيط، يبقى الفعل لازم يكون مضاف له s او es او ies. سامح not goes to work on foot، يبقى سامح ما بيروحش المدرسة على رجليه. طيب المفروض ان انا سامح اخد لها doesn't، تمام ايه المشكلة في doesn't؟ ما هي مضارع بسيط وهنفيها ب doesn't. بس لما نفيها ب doesn't بيكون بعد doesn't فعل في الايه في المصدر، لكن الفعل هنا محطوط له s او es او ies، يبقى هنفي ب never مش بايه مش بدازنت. يبقى ركز عشان تعرف تختار، شوف انا بختارها ازاي. نمبر 11 the company was built، الشركه دي بنيت not the 19th century، يبقى في القرن التاسع عشر اسمها in the 19th century. نقط علي اند احمد ليف ان كايرو، هنا does ما تنفعش لان ده جمع، علي واحمد بقوا جمع، يبقى هناخد لها do. my dad died not the age of 50، والدي توفى في عمر الخمسين، يبقى اسمها at the age of. اكسبريشن على بعضه بيتقال كده وابقى عارف حرف الجر اللي بيستخدم مع الكلمه ايه. نمبر 14 I traveled to London not January، الشهور بتاخد حرف الجر in، يبقى in January. نمبر 15 not you know how to bake a pie، هو حاطط لي هنا ار، طب وار ما ينفعش استخدمها لان لو استخدمتها هنا هيكون بعدها فعل والفعل ده هيكون في اي ان جي. طيب انا ما ينفعش استخدم اور، ده فعل في المصدر، يبقى في الحاله دي هستخدم هو او ايه او داز كمضارع بسيط، يبقى اسمها do you know how to bake a pie. test on unit 1 language functions. finish the following dialogue، انهي الحوار الاتي. علي is asking Mr. حسن for directions، علي بيسال مستر حسن على الاتجاهات، فعلي بيقول له can you help me please، ممكن تساعدني من فضلك. رد عليه مستر حسن وقال له شور، بالتأكيد. هيسأله سؤال هنا هيرد عليه يقول له I'd like to get to the aquarium، عايز اروح الاكواريوم. فقال له but not that's easy، حسن قال له that's easy just take the first road on the right، فقط هتاخد اول طريق هيقابلك على اليمين. علي قال له is it near the museum، هل هو قريب من المتحف. فقال له حسن حاجة، رد عليه علي وسأله سؤال، حسن قال له yes you must get past the sports center to get there. علي فهم الكلام وقال له thank you very much، هيقول له العفو. يبقى عندنا أول حاجة حسن هيقول له how can I help you، كيف أستطيع مساعدتك، أو ممكن يقول له what would you like to know، يعني ماذا تريد أن تعرف، أو what do you want، يعني ماذا تريد. يبقى أي حاجة من الكلام ده عندي ينفع، المهم إن أنا أسأله السؤال إزاي يقدر يجيب الإجابة اللي تحت، يعني how can I help you، فيقول له أنا عايز أروح للأكواريوم.
علي رد عليه قال له I'd like to get to the aquarium but I don't know how to get there. لكن انا مش عارف I don't know how to get there. انا مش عارف اروح هناك ازاي. قال له that's easy just take the first road in the on the right. هاخد اول طريق على اليمين. علي قال له is it near the museum؟ هل هي قريبة من المتحف؟ يبقى هيقول له yes it is. بعد كده المفروض ان علي هيسأل سؤال هيرد عليه حسن يقول له yes you must get past the sports center. طالما في yes و no يبقى السؤال بتاعي بهل من نفس الايه؟ من نفس الاجابة اللي موجودة. الاجابة فيها فعل ناقص اسمه must. يبقى هستخدم must هنا واقول له must واحول اليو لاي. must I get past the sports center؟ هيقول له اه ينفع ان انت ايه؟ قال له اه لازم تعدي على السبورت سنتر. هيرد عليه حسن ويقول له نعم يجب ان تمر على السبورت سنتر عشان توصل هناك. كده علي فهم الكلام وقال له شكرا. فهيرد عليه حسن ويقول له يور ويلكم يعني العافيه. السؤال الثاني read and complete the text with words from the following list. At the weekend, في عطلة نهاية الأسبوع, my uncle likes to spend time with my family. عمي أو خالي بيحب يقضي الوقت بتاعه مع العائلة. Not Friday, أيام الأسبوع قلنا بتاخد حرف الجر on, يبقى on Friday. We, on هنا هتبقى capital عشان دي بداية جملة. On Friday, we usually go to the park, بنروح البارك. But sometimes we go to a museum or to the aquarium. بس احيانا بنروح المتحف او الاكواريوم. حديقه الاسماك. I love watching the fish. بحب اشاهد السمك. I also like to go to the botanical gardens اللي هي الحدائق النباتيه. Or the nature reserve اللي هي المحميه الايه؟ الطبيعيه. On Saturdays في ايام السبت I not my homework and in the afternoon I go to the sports center. بيقول له ايام الايه السبت انا بعمل الواجب بتاعي وبعد كده في الافترنون بعد الظهر اي جو تو ذا سبورتس سنتر بروح المركز الرياضي. بعد كده عندي القطعه السؤال الثالث read the following text then answer the questions. اسوان is a beautiful city in the south of Egypt. اسوان مدينه جميله في جنوب مصر. The river Nile runs through the city. نهر النيل بيمر من المدينه. And there are lots of things to see and do. في أشياء كتير هناك تشوفها وتعملها. Many people visit the Aswan Botanical Gardens. ناس كتير بيزوروا حدائق النباتية اللي موجودة في أسوان when they are in the city. لما بيكونوا في المدينة. Because it is very peaceful. لأنها هادئة جدا. The garden is opposite the famous Elephantine Island on the River Nile. بيقول لي ان الحديقه في الجهه المقابله من جزيره الفيله المشهوره اللي على الريفر نايل نهر الايه النيل. It's open every day from 8 o'clock in the morning to 5 or 6 o'clock. تفتح كل يوم من الساعه 8 للساعه 5 او 6 في in the afternoon بعد الايه بعد الظهر. To visit you can go by ferry or even by float. عشان تزورها ممكن تروح بالمعديه او الايه او الفلوكة. Another place to visit is Aswan, is the Nubian Museum. مكان تاني تقدر تزوره فيه أسوان is the Nubian Museum, المتحف النوبي. You can visit it every day, ممكن تقدر تزوره كل يوم. It opens in the morning at 9 o'clock and it closes at 1 o'clock for lunch. بيفتح الصبح الساعة 9 وبيقفل الساعة 1 للغدا. It opens again at 5 o'clock وبيفتح تاني الساعة 5 until 9 لحد الساعة 9 أو 10 over 10 o'clock in the evening في المساء. نيجي للأسئلة على القطعة بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. يبقى هنختار من الإجابة الصحيحة من الإجابات اللي موجودة عندنا. The passage is mainly about القطعة تقريبا بتتكلم أساسا عن the beauty of أسوان جمال أسوان the air in أسوان الهواء في أسوان the traffic in أسوان المرور في أسوان the people of أسوان ناس أسوان. يبقى القطعة أساسا بتتكلم على beauty of أسوان جمال أسوان. Number 2
It's not in the Aswan Botanical Gardens. It's A. هل هي noisy مزعج ولا terrible فظيع ولا peaceful هادئ ولا polluted ملوث؟ يبقى بيقول لي ايه اللي موجود من الحاجات دي في اسوان بوتانيكال جاردنز. الحاجه الوحيده الحلوه اللي موجوده هنا انها بيسفول، انها هادئه، لكن كل الصفات اللي جايه بعد كده صفات مش كويسه. نمبر 3، زانوبيان ميوزيوم كلوز ات 9 o'clock فور لانش. المتحف النوبي بيقفل الساعه كام للغدا؟ هو قال لي في القطعه ات 1 o'clock الساعه 1. Answer the following questions. Where is Aswan located؟ أين تقع مدينة أسوان؟ هو قلنا في القطعة إنها موجودة في جنوب مصر، يبقى it is in the south of Egypt. How long is the Aswan Botanical Garden open every day؟ كم المدة اللي بتفتحها الحدائق النباتية اللي موجودة في أسوان كل يوم؟ أنا ممكن أقول له about، يعني حوالي about 9، حوالي 9 ساعات hours، about 9 hours. أو ممكن أقولها بطريقة تانية وأقول له from 9 to 10 hours، من 9 ل 10 ساعات from 9 to 10 hours، لأن هو قال لي إن هي بتقفل ممكن 5 وممكن 6. How do you think people in Aswan get water for irrigation؟ تعتقد ازاي الناس بتحصل على المياه بتاعة الري اللي في أسوان؟ يبقى هقول له from the river Nile، من نهر اللي ايه؟ النيل. بعد كده هيقابلني الـ vocabulary and structures، الكلمات والتراكيب اللي موجودة عندنا. أول سؤال بيقول لي A أو an not is a large area of water with land around it. يبقى هي منطقة، المنطقة دي فيها مياه with land، فيها أرض حوالين المية كده وحواليها، دي اسمها الإيه؟ الأيلاند اللي هي الجزيرة، ولا كانتري الدولة، ولا ليك البحيرة، ولا جاردن حديقة، يبقى دي الإيه؟ الأيلاند. الأيلاند اللي هي منطقة فيها مية وحواليها أرض. Number 2، that hotel is really popular as the rooms are very comfortable. كلمة comfortable is similar in the meaning to، comfortable معناها هادئ أو مسالم، زيها في المعنى بالظبط كلمة noisy مزعج، ولا careless مهمل، ولا relaxing معناها هادئ، ولا uncomfortable غير مريح، يبقى اللي زيها كلمة إيه؟ relaxing. Number 3، the zoo is in front of the museum. حديقة الحيوان أمام المتحف. In front of is an antonym of، كلمة أمام دي تعتبر مضاد لكلمة إيه؟ لكلمة behind معناها خلف. Next to بجوار، opposite معناها في الجهة المقابلة. On أو العكس طبعًا، on معناها على. Number 4، the word hill can be changed into an adjective by adding the suffix. الفعل help ممكن يتحول ويبقى صفة بإضافة اللاحقة إيه؟ اللي بإضافة اللاحقة full، helpful. Number 5، the prefix not means water. إيه اللاحقة اللي ممكن توديني لكلمة ماء أو مياه أو تعني كلمة مياه؟ هي كلمة aqua. The boys stayed indoors because it was raining heavily outside. الأولاد مكثوا أو لعبوا بالداخل لأن الجو كان بيمطر بغزارة في الخارج. This means they stayed not a building. ده معناه إن هما فضلوا موجودين inside a building، يعني داخل المبنى. Outside خارج، on على off، دي بتيجي مع turn off أو turn أو مثلا switch off معناها يغلق أو يطفي. بعد كده عندي complete the sentence with the correct form of the words in brackets. كمل الجمل بالشكل الصحيح للكلمة اللي بين الأقواس. Not Monday evenings. Monday أيام الأسبوع بتاخد حرف الجر on. يبقى on Monday evenings my family and I visit our relatives. Mr. حسام always not to work in the morning. مستر حسام المفروض إن ده مفرد، والمفرد ياخد الفعل مضاف له إس أو إس في زمن المضارع البسيط. يبقى مستر حسام always goes to work in the morning. Number 3، I always get up early not the morning.
مورنينج وافترنون وايفنينج بياخدوا ان كحرف جر يبقى ان ذا مورنينج. داد اند مام ار نوت هوليداي ان لوكسور. ابي وامي المفروض ان هم موجودين في اجازه في الاقصر يبقى اون هوليداي. وين نوت ذا ساينس ليسن تومورو ات 9. هنا هناخد بدل ووز عشان دي ماضي احنا عايزينها مضارع يبقى وين از ذا ساينس ليسن متى يكون درس العلوم فقالوا بكره الساعه 9. بعد كده هنكتب باراجراف مكون من 110 كلمه على ريفيو اوف ا فيزيت تو اكزيبيشن مراجعه لزيارتك للمعرض. قبل ما نكتب الباراجراف احنا المفروض الباراجراف بيكون عندنا ثلاث حاجات او ثلاث نقط موجودين في الباراجراف مقدمه والموضوع وبعد كده بنعمل خاتمه. انا ممكن استخدم مقدمه للموضوع in this review I'll examine an ongoing exhibition after fit shop. The exhibition has been running since September 25th this year and will be closed on May 27th next year. يبقى انا بقول في الرأي بتاعي ان انا هقوم بابداء رأي عن معرض مستمر. المعرض ده المفروض انه اتفتح في 25 سبتمبر هذا العام وهيتم اغلاقه في 27 مايو من العام المقبل والمعرض اسمه After Food Shop. بعد كده ممكن اقول له الفكرة العامة مثلا The general theme is showing how creativity has led to manipulation of photography to create photographs. الموضوع العام او الشكل العام ازاي ادى الابداع الى التلاعب بالصور في التصوير الفوتوغرافي لانشاء صور فوتوغرافيه تبدو حقيقيه. Which appear to be true التي تبدو انها تكون حقيقيه to the eyes للعيون and pass information وتمرر معلومات on various issues في مختلف القضايا او حول مختلف القضايا that have affected or are affecting our lives التي اثرت او تؤثر على حياتنا. الفقره اللي بعد كده The organization of exhibition is done well. تنظيم المعرض أدي أو تم تمثيله بشكل جيد. The photographs have no particular order except of those that are from the same artists and particularly on the same theme. الصور ليس لها ترتيب معين باستثناء تلك التي من نفس الفنانين وخاصة في نفس الموضوع. Such photographs are placed together. يتم وضع الصور معا. They are well lit and placed on wall painted with white paint. الصور مضاءة جيدا وموضعة على جدران مطلية بطلاء أبيض. The exhibition room is spacious and lit from the roof. غرفة المعرض واسعة ومضاءة من السقف. In general, the exhibition is a great work done. في العام او بشكل عام يعد المعرض عملا رائعا تم انجازه. I greatly invite any person wishing to have a pensive viewing to find the time for this exhibition. انا بدعو بشدة اي شخص يرغب في الحصول على عرض متأمل لايجاد الوقت لهذا المعرض. وبكده يكون كتبنا معاكم ريفيو عن زيارة للإكسبيشن وعلى ما اعتقد الكلمات كده عدت 150 كلمة وانا قفلت بالشكل العام للموضوع ونشوفكم ان شاء الله في الاختبار الثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.